السلام عليكم خوتي خواتاتي الغاليين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وسلامة إن شاء الله. اليوم كيف ما طلبتوا مني أنكم بغيتوا جولة خفيفة في سوق العرب، لأنه كيعجبكم هذا السوق هذا، وقلت أنا كل مرة ضربت فيه دويرة غادي نديكم معايا ونضربوا دويرة جميع إن شاء الله، ونشوفوا الجديد إلا كاين شي حاجة جديدة، ونشوفوا المهم اللي مشرى يتنزه. يلا بقاو معايا البنات. كيف كتشوفوا البنات؟ دخلوا سوينيات جداد، ماشي هادو اللي مدورين، ولكن هادو الطويولين زوينين ديال المرايات، هما شكل اخر وزوينين البنات بصراحه عجبوني، ابتداء يعني من 8 الاورو الصغيره كاع كدير 8 الاورو، والكبيره كاع كدير 15 الاورو، بصراحه عجبوني انا زوينين وعجبوني البنات. هادوك اللي كنديرو فيهم بحال ما كنديرو فيهم كاوكاو، وكنديرو فيهم بحال هكا داك التواشي، المهم بيستاش داك التخربيق كامل، يعني جابوا شكل اخر من بعد ما خدينا هادوك الاخرين السيرفيس ديال الطويجنات، جابوا لنا عاوتاني شكل واحد اخر، يعني ما غاديش نساليو البنات. المهم حنا دائما هذاك اللي كيهز ويحط، هادو البنات جابهم كيديروا 20 اورو الكبار و15 اورو الصغار، يعني اللي فيها 6 كدير 20 واللي فيها 4 كدير 15، زعما البنات بصراحه زوينين، الكويسات ديالهم اسورتي حتى هما معاهم، وخلاص عاوتاني هذاك ديال السكر وديال كسميتو حتى هي زوينين. هادو البنات عاد جابوهم، يعني جاو روعه في سوينيات البنات، انا عجبوني، يعني اللي بغات بحال دابا هكا كتبغي دير كما كنديروا حنا الصينيه مغربيه، كديري فيها هذيك اتاي بوحديتو، كديري النعناع وكديري واحد فيه السكر، خلاص هادو كيف العاده حتى شي حاجه ما تغيرات فيهم، يعني الكاسرونات والطنجرات وكلشي والطويجنات والكوكوتات حتى هما نفس اللي كانوا في الفيديو الاخر. شنو اللي جاب جداد؟ جاب هادوك ديال العطريه البنات، هادو خلاص راهم كانوا، هادو الطويجنات اللي كنا درنا في الاول، دابا ولينا عاوتاني خصنا عاوتاني شكل اخر بالتواصل ديالهم كلشي، دابا بدلنا خصنا نبدل البنات كلشي، ياك كارثه. هادو خلاص ولاو غير ان وغ البنات، هاد الطويجنات غير اللي ما بغاش يهزهم، لحقاش درنا ستوك دابا سي نورمال غادي ينقصوا منهم، ولاو بان وغ شكون يهزهم. وهما غادي يبانوا لكم البنات هادوك ديال العطريه، هنا غادي نزيد نصورهم روعه البنات زوينين. هادو كاين هادو البنات غير البلاستيك، هادو وهادو هما اللي كيكونوا ديال الزاج ومصبوغ، وهادو ديال الاينوكس، اما هادوك اللي وريتكم في الاول غير ديال البلاستيك، يقدر يكونوا كيتقشروا، يعني من الاحسن اينوكس، بعدا كاينه كتكوني متاكده منه بانه يعني حاجه مزيانه. خلاص انا الحويجات ما غاديش ندور، لان نفس الحوايج اللي لقيتهم كانوا في الفيديو الاخر اللي كنت صورتهم لكم بالتفصيل، اللي مازال ما شافهمش يرجع يشوفهم، راهم مازالين هما مسكن اونبالين في الميكا ديالهم. وهنا البنات خلاص اللي بغى داكشي ديال الحلويات الفران وكل شيء، البريدات كيف العاده البنات لي شال لي فولار، راهم حتى هما نفس اللي كانوا لهي. هنا خلاص كيف العاده البنات كتشوفوا كلشي موجود، ما يقولوش بانه راه كاين، يعني هادشي ديال كورونا ما كتجيش السلعه ولا شي حاجه، راه كلشي كاين. ها انتم الحنه على الاشكال، ماورد، صابونات، الماء ديال زمزم، الصابون البلدي، هذاك البخور، يعني اي حاجه البنات اي حاجه موجوده ولله الحمد. هذاك المسواك على حسب الناس اللي كيبغوا يستعملوه، يعني علاش ما قلبتي كتلقايه زعما الحمد لله، صلايات ديال الصلاه، هذاك العطور اللي كيستعملوها الناس ديال صحاب الجامع، هذيك اللي كتكون دوك القرعات الصغار، حتى هما جميع الانواع، الحنه بجميع الانواع، لا الشعر ولا اليدين ولا اي حاجه، يعني اللهم لله الحمد، يعني كل شيء موجود، صلايات على الالوان، غير اللي ما بغاش يصلي وصافي. البنات انتم غادي تشوفوا عاوتاني، غادي ندوز عند واحد جاب داكشي ديال هنا خلاص ديال الصبابط، وداك الشيء ديال السبرديلات ولي بوط، اللي بغى باش يدوز
باش يدوز الوقت وصافي. يعني محل بالطوفات زوينين البنات، عجبوني انا اللي بالطوفل عندهم زوينين. وهذا عاوتاني حتى هو جاب داكشي روعه ديال الصابو البلدي، الكيوسه ديال المغرب، دوك القويلبات ديال الكاطو. يعني بصراحه غير اللي بغى يدير سبه يقول لك وراه حنايا محرومين ما كاين والو، راه الخير والبركه خاص غير اللي يقول الحمد لله. القويلبات ديال الكاطو يعني الحلوى وكل شيء راهم كاين جميع الاشكال اللي كاينين. ومع انه قال لي لا كان شي شكل باغينو وما جبتوش، عطوني غير التصويره. ها نتوما تشوفوا البنات دوك القويلبات ديال السيليكون ديال الطويجناس، الخميسه، المربع، المدور، المثلث، يعني جميع الانواع. وكيجيب حتى الجيلاتين حلال، كيجيب داك الشانتيي حتى هو يعني بودره. بصراحه القوالب ديال الطوابع ديال الحلوى لا ديال الجزائر ولا ديال المغرب بصراحه كلهم موجودين، يعني اشكال وانواع. علاش ما قلبتي موجودين؟ يعني ما تقوليش انه واحد النوع ديال واحد الطابع ولا شي حاجه ما غنلقاش. كي كتقول له ديك الحاجه كيقول لك ها هي دي، كيقول لك لا لقيتو شي حاجه ناقصه عطيوني غير الصوره نجيبها لكم. وزعما بصراحه ما كاين شي حاجه عنده ناقصه. بصراحه شفت عنده انا جميع الاشكال وجميع الانواع، حتى دوك الطوابع القدام اللي البنات اللي تعقلوا عليهم اللي كان فيهم ديك النجمه والقلب وكل شيء حتى هما عنده. خديت انا من عنده الجيلاتين، بعدا كاينه داير لهم جوج ديال الوريقات كبارين بانه يعني بالنسبه انه حسن ما انه بقى بنادم كيقول ما نديرش بحال. بعض المرات كيجيو البنات شي طارتات ولا شي حاجه كنحتاجوا فيها الجيلاتين باش كتشد لنا، بحال ملي كدير ناباج ولا كتبغي دير شي حاجه ما كنحتاجوه. ها هو داك الجيلاتين البنات، هو هذا كنحتاجوه، ولكن حنا هنا اكثريه كنلقاو غير هذاك ديال لا كاراغار يعني نباتي، ولكن هذاك اللي كيكون حيواني كيكون كيشد اكثر واكثر واحسن. كنحتاجوه حتى لي ماسك البنات، ان شاء الله دابا نحط واحد لي ماسك اللي فيهم جيلاتين البنات اللي عندهم لي بوين نوار في الوجه اللي كيبغيو ينظفوا البشره ديالهم. ممتاز. الالوان، هاد الالوان هادو قال لي فيهم الالوان وبالنكهه، يعني كتاخدي ديال الفريز كتلقاي فيه المذاق ديال الفريز، كتاخدي ديال اناناس كتلقاي فيه المذاق ديال اناناس. شفتوا البنات الجيلاتين؟ ها هو ده حلال. بصراحه عجبوني انا هادو ديال النكهات، لان نفس الوقت كديري اللون وكديري النكهه، يعني عنده النكهه ديال الشكلاط، عنده ديال كلشي. كيف كتشوفوا البنات هادو كل المطابع والقوالب وكل شيء زعما روعه روعه روعه. هنا الزرابي البنات كيف كتعرفوا دائما كيجيبوا الزرابي ديال تركيا وكيجيبوا من بلجيكا، عندك شي غزال روعه البنات. وكتلقاي جميع القياسات، يعني القياس اللي بغيتيه كتقولي له كيعطيه لك، ويلا جاب شي لون وما لقيتيش القياس ديالك كيقول لك رجعي الجمعه الجايه نجيبه لك على حسب القياس اللي عندك انت في الصالون. وما تقديش تقولي انك ما تلقيش واحد اللون، ما بصراحه ما شاء الله اشكال والوان والعقل كيحير والله. ملي كتبغي تاخدي شي حاجه سبحان الله العظيم كتلقاي بليزيغ شوي، يعني كتلقاي اختيارات كثيره. خلاص الملايات البنات ما نهضروش عليهم، ابتداء من 10 اورو، ويعني ديال البلاصه 10 اورو، ديال جوج بلايص وهي خفيفه شويه ب 15، شويه ثقيله كدير 20، والطوب كدير 25. بصراحه البنات سي الطوب. انا واختي في من نمشيو نهزو الملايات ما بقيناش نعرفو فين نحطوهم، وهكاك مازال في ما كنلقاو اختي الالوان والاشكال كيحمقوا. ما كرهتش البنات هاد لي طابي كلهم نفتحهم ونوريهم لكم ونشوف حتى انا معاكم، حتى انا باغيه نشوف. خلاص الحويجات كيف العاده البنات، ما كاين شي حاجه لقيتش، ما مدخلين شي حاجه جديده ديال اللباس ولا نفس الحوايج اللي كانوا في الفيديو الاخر. ما كاينش الجديد، لقيت الجديد في المجازات وفي المحلات،
الا بغيتو خليوها لي في التعاليق، نصور لكم ديال المحلات. كاين في جيمو كيابي، ما كاين شي حاجه بزاف، ولكن في جيمو سياد دخلت شي حويجات زوينين، وجينيفر حتى هي دخلت حويجات زوينين ودايره الصولد. خلاص انا الخضره كيف كتعرفوا التشين انه والبطاطا راه غير اللي ما بغاش انه يتقدوا ويحمد الله. خلاص هنا كاين البنات اللي بغا يشري طلامط مخيطين او كيبيع حتى الثوب الا بغيتي يخيط لك، حتى هو كيخيط لك من بعد، ولكن هادو هنا جاهزين. كاين ابتداء من 50 اورو، يعني طلميطه بالمخاد ديالها 50 اورو، وانت طالعه 50 اورو. كاين ديال 70 اورو، 70 اورو حتى هما زوينين، يعني الستاري كما كنقولوا حنايا طلميطه بالخديديات ديالها كومبلي، كاين ب 50 اورو وكاين ب 70 اورو. اللي بغى يبدل انا درت تقلت الفيديو البنات لحقاش لقيت راسي انني كنت كنصور ولكن كنصور مزروبه وكيدوز الفيديو بالزربه، وما تقدريش انه بحال دابا هكا اللي بغى يشوف مزيان الحوايج ولا شي حاجه كيدوزوا بالزربه. حاولت انني نتقل لكم الفيديو ونركب عليه الصوت، لان عارفين البنات الصوت ديال السوق راه انا ملي كنجي من تم كنجي راسي كيزدح. هنا البنات كاينين سيكان، سيكان اشكال والوان كل شيء 5 اورو، يعني 5 اورو غير بدلي الصاك كل سيمانه ديري صاك وخلاص. الفولارات كيف العاده البنات راكم عارفين الريدويات البنات انتم كيف كتشوفوا 5 اورو 10 اورو، هذاك الكوفر اللي كان داير له 15 اورو، والريدويات البنات كاين ديال 5 اورو، كاين ديال 10 اورو، كاين ديال جوج ب10. هي هذيك ديال 5، وملي كتاخدي هذاك ديال 8 اورو الا خديتي جوج كيحسبوا لك ب15. هنا خلاص البنات البلاطويات وداك التخربيق ديال البلاستيك راك عارفه مع هذيك لابيل اللي كنجمعوا بها، هذيك اللي كنطحنوا فيها الثومه، يعني ديك البلاصه اللي زوينه. دابا عاد وصلنا للصح، الصح هو الحوت، الحوت البنات يعني غير اللي ما بغاش يشري الحوت. اشكال والوان الحمد لله الخير موجود، غير هو في البرد كنعكزو نقيو الحوت بزاف، واخا انا ملي كنمشي للحوت البنات كنسى التمره ديالو كنبقى شري 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 شري، وملي كنرجع للدار عاد كتلقيني كنسب راسي اش داك تشري هادشي كامل. وهذه البنات هذه اللي هي الصمطه هذه اللي طويله دايره كيلحنش، عمرني ما شريتها ولا عمرني صوبتها. كتلعب عليكم البنات ما كنقدرش، كيجيو لي بالي بحال غنشد حنش وغنصوبها ما كنقدرش، ولكن الا صوبها شي واحد وحطها مقطعه طريفات وكلشي كتجيني لذيذه كناكلها. عارفه خواتاتي كيعرفوني انا يا اكبر غشاشه في الطياب. كيف كتشوفوا البنات الحوت؟ كيف ما قلت لكم البنات انا كنت كنقولها لكم في اللايفات، الناس اللي كانوا معايا في اللايفات راه بنادم الا دار راسو فشي حاجه راه كيديرها. بالنسبه للطياب راه خاص بنادم غير يتبع شي واحد اللي يكون ثقه وكيعطي الوصفه من قلبو نيشان ويعطيها لكم نيشان، والله البنات غادي تتعلموا، لان من تجربتي انا بديت من الصفر والحمد لله. صافي البنات الفيديو سالا، هذا حطيت لكم كنذكركم البنات اللي ما شافوش الفيديو السابق ديال مارساي، ما تنساوش البنات انكم تمشيو تشوفوه، راه فيه شكيلات وموديلات وديكورات روعه البنات. هنا خليت لكم غير هنايا التذكير ديالو. كنتمنى حبيبي يكون عجبتكم هذه الجوله خفيفه 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 في السوق ديال العرب، واذا بغيتوا شي سوق واحد اخر او محل او اي حاجه بغيتوها مرحبا والف مرحبا. دمتم في امان الله ومع السلامه حبيبي الغالي، السلام عليكم.